السلام عليكم إخوتي أحبتي، سلام لكم، تحياتي لكم. أصبحنا وأصبح الملك لله من تونس الخضراء، تونس الشقيقة. رايحين ندوكم في جولة سياحية إلى مدينة سيدي بوسعيد، المدينة الرائعة الجميلة السياحية الهادئة. سيدي بوسعيد نسبة لأبو سعيد الباجي، واحد من أشهر علماء التصوف في تونس، ولما توفي في هذه المنطقة ودفن بها سنة 1230 أطلق عليها اسم سيدي بوسعيد. ومع مرور الزمن أصبحت مزارا للسواح، سياحة الهدوء وراحة البال، مدينة سياحية فريدة من نوعها ومحمية طبيعية في العالم. تشتهر بطابعها المعماري الفريد المميز باللون الأبيض والأزرق، مما جعلها صراحة جميلة جدا، وبها أيضا شاطئ هادي سياحي فريد. تقع سيدي بوسعيد على بعد حوالي 18 كيلومتر من الضاحية الشمالية من العاصمة التونسية، تتوسط بين مدن حلق الواد والكرم وقرطاج والمرسى وقمرة. مدينة جميلة وسياحية بامتياز، راح نديركم في هذه الجولة، تابعوني. أتمنى لكم مشاهدة طيبة، تحياتي.